وخيرهم ومن والاهم من الإخوان المسلمين ما يسمون بالكيزان، وعن الذي زهر فشله قبل قليل داخل هذه المنبر أمام الطلاب ما يسمون به اليوبيف أو بالمسمى الآم العلمانيين. وهؤلاء جميعا أيها الإخوة زهر فشلهم داخل هذه المكان عدة مرات وفي بقية الكليات. ونشكر الإخوة الذين لبوا هذه الدعوة وأتوا من مكان بعيد من أجل الدعوة ومن أجل إظهار الحق وإبطال الباطل. وطبعا أيها الإخوة المصائب والمشاكل وأصحاب البدع والضلالات والخرافات والشرك كمية كبيرة جدا جدا، زي ما مخر صاحبنا بتاع اليو بي اف وبعد يقول نحترم عقائد الآخرين، وعلى ما أظن هو حرب وما أظن في واحد تاني يجي خيره، لأنه الكلية دي في ناس كوادر هنا قاعدين، ناس كيزان واليو بي اف أمثاله، وما أعرف الشعبيين برضو موجودين، وناس حزب اللمة برضو موجودين، كل الناس دي قاعدين، لكن لما يلقوا شغل زي ده ما بيجوا. ما ممكن الحق والباطل يتلاقوا في ميدان واحد، لابد من الباطل ده يذهب. الباطل ده اصلا ما يتلاقى مع الحق في اي امكنه من الاماكن، ما ممكن اصلا. لذلك كل الناس دي شايفون هربوا، بدل ما يخشوا المصلى ولوا الادبار بالاشراف، كما ذكر اخونا شهاب الله يجزيه خير انه الصوفيه هن سبب البلاوي، وعلى رؤوسهم الكيزان عشان يضمنوا وجودهم ممكن يعطلوا، وسبحان الله ممكن يجيبوا قدامك على اساس انك تقول الدعوه دي للناس. ليه؟ لانه الانسان الموحد ما ممكن يتذلل لزول خيره، كان بقى كوز وموحد ما بيتذلل له لاي زول، ما ممكن يكون مسير. لكن الكوز داير يخليك انت تكون صوفي وتكون جاهل، يقول لك اي كلام تنفذه. ممكن انت تكون صوفي وتكون جاهل بعد تكون ريموت كنترول في ايدي الصوفيه، يخيروا بيك استفستون وما اعرف القنوات دي، انت تبقى ريموت سايد ما فاهم حاجه كويس. عشان كده انت لازم تقعد تيجي تتعلم، لانه انت بالعلم ممكن تعبد الله سبحانه وتعالى، بالعلم ممكن تساهم في نشر الدعوه النقيه للمسلمين، بالعلم ممكن تدعو للاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والليله الناس انحرفوا عن مسار النبي صلى الله عليه وسلم. في صوفي جاهل هنا خش لنا اول امس يوم الاحد قال حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الميل العاطفي للنبي صلى الله عليه وسلم، بالله حب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الميل العاطفي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمو ابا طالب كان ما بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، عنده ميل عاطفي بل من اجل النبي صلى الله عليه وسلم طلع للاوكار برا وذاق المراره والجوع والعذاب ده كله. ما اقول هذا كله ما بكون حب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمثل انه يا اخي تلتزم اوامره. قلنا له دليل وجبناه في الشعر ذاته، لانه في النهايه صوفي وحزب امه ما فاهم حاجه، طين في عجين، صوفي وحزب امه الاثنين لامين فيه. قلنا له يا اخي الشاعر اسمع الكلام الجميل ده، قال لك شنو؟ تعصي الاله وانت تزهر حبه، لو كان حبك صادقا لاطعته. ما كان يقول لك لو كان حبك صادق تميل له ميل عاطفي فقط، لا، قال له لو كان حبك صادقا لاطعته. ثاني شنو؟ ان المحب لمن يحب مطيع، كلام انتهى. فلذلك الصوفيه بيخلوك انسان جاهل، تبقى انسان عمي عسايت، ان اساءوا اسئت وان احسنوا احسنت، فلذلك ما تبقى صوفي لاي سبب من الاسباب، والكلام ده قاعد انبه. وسبب توتيت الصوفيه في البلاد ده هو الكيزان. ليه؟ اول حاجه يحاربوا الدعوه، ها؟ اول حاجه يحاربوا الدعوه، ممكن الكوز يجي يخش هنا يقني حنان والكلام الفارغ ده بالصاون. انا نجي هنا نقول لك يا زول امسك في الله براو، ما تتابع لي البري ولا الكباشي ولا سايم ديما ولا الجماعه ديل، يوقفوا الساون برا هناك 6 ساعات يجرجروك بيجاي وبيجاي، امشي للعميد فلان وامشي للاتجاه الفلاني، في النهايه يجيك القائد بتاع الحرس الجامعي يقول لك لا ممنوع، المنو ممنوع، ممنوع محرم علينا ومحلل على الكيزان. ممكن الزول يجي يقني في الساحه ده، انا عندي 3 سنه في الجامعه ده ما هسل الكيزان، طالبوا بالطلب انه دارين يقيموا سواء كان غنى ولا حتر ولا كلام فارغ هنا في المكان ده، بس هم رفضوا لهم. بيجي بيخشوا بدون موافقه العميد، كان في كوز هنا خليه يرفع يده يقول لي الكلام ده خلط، بيخشوا الكليه ده بدون موافقه العميد، بيدخلون الحرس براو، ها؟ لذلك تلقى الحرس كوز كبير، تلقى بتاع العماده كوز كبير. ممكن انت صوفي، الصوفيه بدون قاعات يتكلموا هنا، قبل سنتين صوفيه طلعوا من قاعد عبد الله الطيب بنوبه، والله من قاعد عبد الله الطيب ذاك، شايفينه ذاك تعليم بنوبه من داخل القاعه
وسبحان الله القاعه بدل ما يعلم الناس علم نافع عشان يطلعوا برا ويرفعوا الجهل يعلم الناس نوبه جوا القاعه. بعد ذلك يطلعوا يمشوا زياره كليه العميد هناك يبركوه، يمشي يبركوه كليه العميد بالنوبه، بعد شويه يجي يطلعوا برا هنا ويمشي كده. ده الكيزان في البلد ده دايرين انكم تبقوا صوفيه ما نافعين. اي زول بقى صوفي والله يشيل شيتك، ما خليت الصوفيه ما عندك دين على الاطلاق. ليه؟ لانه الدين ده مبني على الولاء والبراء، انت قلت انا موحد تب، لكن ما اتبرأت من الصوفيه، كان ابوك صوفي ما اتبرأت منه، انت ما انا خسران. بصراحه بكلمك. لانه انا هنا جايين هنا ما جايين نسوي لك الجرح ده بيورا، الجرح ده لازم تفتحه كده تكب له الكبسوله ده من جوا عشان يجف. لكن كان بيتلمسيه من ورا عذاب بيورم، لذلك انا نديك الكلام جوا، كان كوز والله كان تنفجر هنا ما عندنا بيت شغله، صوفي هنا ده تكورك تستحضر تنادي لنا المكاشي ولا الكباشي يقلبنا بالطيخ هنا ما عندنا معك مشكله، ما عندك شيخ قلت ان قال للشيء كن يكن، انت مالك خايف مننا؟ ها؟ ما قلت عندك شيخ بقول للشيء كن يكن، وانا هنا عاجبينك؟ ها؟ يا صوفي انا هنا عاجبينك؟ ما تقلبنا خرسانه تمشي فينا فوق؟ عشان قلبك ده يرتاح ترتاح مننا ذاته، احنا قاعدين ليك قاعد محمود في اي مكان. لذلك شوف الكيزان والصوفيه حاجه واحد. ها؟ الكيزان والصوفيه حاجه واحد. البرا ده كان مدفون في زريبته ده ما في زول عارفه. في زريبته ده الا كان انت مجنون مره واحد بالصوفيه تمشي تفتش زريبه البرعي، لكن بعد ما جو الجماعه ديل كر البرا يطلعوا منا الزريبه هناك. وبعدين هو زول عاقل بيمشي الزريبه؟ هسي كان زول سالك قال لك يا اخي الزريبه وين؟ انت بتعتقد في راسك انه الزريبه بتاع الحمال مثلا خنمايه خشت له في مزرعه بتاع زول بيشيلوا بودوا الزريبه، انت زول بعقلك خش الزريبه معقوله؟ ها؟ جبال بيسالوني ناس من هنا قال لي يا اخي في زريبه هنا بوين؟ زريبه الحمال توالي ربطتهم يعني هناك وهنا واحد، وربما الحيوان موحد احسن من الصوف القاعد في الزريبه هناك، الحيوان الخنمايه اللي بيدخلوا الزريبه ده خنمايه موحده ما زي الصوف ذاك، جابوا هنا عشان يحاربوا الختميه يدقوا الصوفيه مع بعضون، صوفي سماني وصوفي ختمي، يندقوا براكم افكار صوفيه افكار باطله، وانت اقعد يتنعم هناك يموت يبنوا له قبه بمليار يدق له مكيف جوا، هو انو عظمه عشان يسخن، امشي طلي لي عظم من ادام البري هسي، انت قعدت مكيف ساكت، المكيف ده ناس في القاعات هنا، القاعات ما فيه كهرباء، تعال وصل فيه كهرباء الطلبه اللي قاعدين يتعلموا ديل، اديهم يا اخي خليهم يستفيدوا زول ميت مدفون في الارض ده، المكيف ده قول يا اخي الشيخ ده حي وجوا الواطي هناك. والله كان حي ساكت السخانه بيفسخ جلده. انت جايتك ورجليه هنا ساكت. وحقيقه انا ما متحدث. لكن داير ادي حبشه بسيطه واقدم لكم اخونا شهاب يواصل فيما انقطع.